المقاطعة، أنا لم أتحدث عن المقاطعة، بس شكرا على السؤال، مهم جدا. المقاطعة يا سيدي، المتأثرين تقريبا 12 إلى 15 ألف أردني وأردنية يعملون في بعض المؤسسات التي تمت مقاطعتها. طبعا مثل ما حكى دولة الرئيس في أكثر من مجال بأن هذا عبارة عن حرية شخصية وتعبير مكفول للجميع وحق. لكن أنت سألتني عن لغة الأرقام، أنا بجاوبك نعم، سيكون هنالك تأثير سلبي على أبنائنا وبناتنا من جراء هذه المقاطعة لبعض المؤسسات التجارية. وهنالك أيضا كثير من هذه المؤسسات يعمل بها أردنيين، وسلاسل الإنتاج التي تستخدمها هذه المؤسسات هي أردنية بالكامل بكل تفاصيلها. فالمتأثر ليس فقط هذه المؤسسات، وإنما المؤسسات التي تدعم هذه المؤسسات بالمنتج الأردني.